رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيم مساء أمس مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2018 بطولة كأس الأمم للخير المصرية، وذلك بمركز الجواد العربي في بيت العرب. وقد أناب سموه رعاه الله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح في حضور المهرجان هذا، وكان في استقبال ممثل سموه حفظه الله رئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي علاء حامد الرومي. وبدأ المهرجان بالنشيد الوطني، ثم بدأ عرض الخيول المشاركة في البطولة واستعراض النتائج من قبل لجنة التحكيم. بعدها قام ممثل سموه بتوزيع الجوائز على الفائزين بالبطولة.